بالأدوات الحادة والتشكيلية وكد يديها، تبدع الشابة فلسطيني اليمني ابنة 34 ربيعاً في تدوير إطارات السيارات التالفة في قرية دير سامت جنوب غرب الخليل، لتحولها لتحف وأشكال متنوعة من الأثاث المنزلي وألعاب الأطفال. بنشتغل كراسي مع طواين، بنشتغل مراجيح، بنشتغل نطاطات الأطفال، بنعمل أشياك من طريق الإعجال، بنعمل مناظر للزريعة. أول شيء بغير من الصحي، من صحة الإنسان، من هواء، من الهواء، من حرق من حرق الإطارات، لشكل تجميلي لكل منطقة، لكل شارع، لكل بيت، فبيطلع كثير مناظر كثير حلوة. الشابة فلسطين إحدى أعضاء جمعية التطوير والنهضة الأسرية الخيرية في دير سامت، بادرت هي ومجموعة من السيدات أعضاء الجمعية إلى تقديم فكرة مشروع لإعادة تدوير إطارات السيارات المستخدمة إلى مركز أبحاث الأراضي والحصول على منحة لإنشاء مشغل لإعادة تدوير إطارات السيارات، حيث أتت هذه الفكرة من واقع تعيشه بلدة دير سامت والقرى المجاورة لها من تلوث ناتج عن حرق الإطارات التالفة وانبعاثاتها السامة التي تغطي السماء على شكل سحب سوداء، والسعي لإيجاد بديل لحرق الإطارات التالفة من خلال إعادة تدويرها. تلقت الشابة فلسطين هي ومجموعة من السيدات أعضاء الجمعية تدريباً متخصصاً على عملية إعادة تدوير الإطارات في حديقة إعادة التدوير في بلدة قوسين بمحافظة نابلس وبإشراف المدرب أيمن عبد ربه. باكورة المنتجات التي أعيد تدويرها من إطارات السيارات في المشغل كانت مجموعة من المقاعد والجلسات الخارجية وأحواض زراعة نباتات الزينة وألعاب الأطفال، كما تم إعادة تأهيل حديقة أحد المنازل في بلدة دير سامت باستخدام إطارات السيارات وتحويلها إلى مناظر جميلة وألعاب ترفيهية للأطفال لتلقى استحسان زوار المنزل وتشكل متنفساً لجميع أفراد الأسرة. يعني في عندك نطاط الأطفال، في عندك مراجيح، في عندك منطقة واسعة للكبار والشباب بيقعدوا فيها يتسلوا فيها، يعني بيقدروا أي حدا يجي، حتى الضيوف يجوا من برا بيقدروا يقعدوا هون حتى بينبسطوا. تأتي هذه المنحة ضمن مشروع العدالة البيئية والمناخية في فلسطين، وينفذه ائتلاف المؤسسات الزراعية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة وي إفكت وشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية وبتمويل من القنصلية السويدية في القدس. مشروعنا هذا تم استفدنا منه من خلال مشروع أو برنامج العدالة البيئية والمناخية في فلسطين، تم تنفيذه معنا من خلال مركز أبحاث الأراضي. هم كان اقتراحهم على أساس أنه هاي عندنا مشكلة موجودة، مشكلة بيئية موجودة، إحنا بدنا نتبع شو الآليات اللي إحنا ممكن نستخدمها بحيث أن إحنا نتخلص من هاي الآفة. فعندنا ستات هم موجودات بيشتغلوا في هذه الإطارات، فمن خلال المنتجات اللي هم بنتجوها هم ببيعوها، أو ممكن هم يتواصلوا مع الموجودين في المنطقة إنه في حديقة هون في بيت حدا معين، فهم بدهم يروحوا يزينوها، فهذا بصير إنه بيرجع عليهم الدخل، بيرجع عليهم بعائد شهري.